إذن الرباط عاصمة المملكة الثقافية، الرباط مدينة الأنوار وعاصمة الثقافة الإفريقية، عاصمة تواصل إشاعها من خلال احتضان دورة أخرى للمعرض الدولي للنشر والكتاب. برعاية ملكية سامية تحتضن الرباط الدورة 28 وضيف خاص الكيبيك كندا. ومنذ انطلاقته سنة 1987 شكل المعرض فضاءً للقاء والإبداع واكتشاف الإبداع والعمل على نشره وإشاعه. أرحب بالسيد الوزير محمد بن سعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال، السيدة عمدة الرباط السيدة أسماء غلالو، والسيد رشيد العبدي رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، والسيدة مديرة مكتب الكيبيك كندا بالرباط، وطبعاً السيدة المديرة لطيفة مفتقير مديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات. أرحب في هذا الحفل الإعلامي الكبير بزملائي الصحفيين من كل المنابر، مرحباً بكم وبالحضور الكريم كل باسمه وصفته. والكلمة الآن للسيد الوزير فليتفضل مشكوراً. أولاً مرحب بكم ونشكركم على وجودكم معنا اليوم. كتعرفوا بأن أي تظاهرية ثقافية ما النجاح ديالها الا يعني مرتبط بالوجود ديال الاخوات والاخوان اللي كيخدموا في المجال ديال الاعلام والوقت اللي كيعطيو والدور اللي كيعطيو للمجال الثقافي، خاصه ان خص يكون واحد اشراك الجميع ليس فقط قطاع الثقافه بالتعب العاملين في المجال الثقافي. اذا هاد النقطه مهمه جدا الاخوات والاخوان، لان فاش كنتكلموا على دمقراطه الثقافه نساء ورجال الاعلام هم يعني عناصر مهمه في هذه العمليه، لان في الاخير هما اللي كيوصلوا يعني جميع الاجتهادات الثقافيه اللي كتكون على الصعيد الوطني للمواطنات والمواطنين بالطبع، لما كيقدروا يمشيوا للمعارض او اللقاءات او الاعمال المسرحيه او حتى الكتب، لان التحدي اليوم بالطبع وحنا كنتكلموا على المعرض الدولي للكتاب هو ان يكون هناك برامج كذلك في التلفازه حول الكتاب بجميع اللغات طبعا اللغات الرسميه واللغات الاخرى، باش يكون هناك اهتمام من جميع المواطنات والمواطنين. المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته 28 هذه السنه بالطبع تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله ينظم هذه السنه على غرار السنه الماضيه بفضاء لو ال ام في السويسي بالرباط. واشير الى ان عدد من الناشرين والعارضين عبروا عن اعجابهم بكون ان المعرض نظم بهذا الفضاء، وهذا ما اظهر كذلك هذا اللي بان لنا احنا في الوزاره كذلك. النسخه هذه السنه اشتغلنا على معالجه بعض النواقص السنه الماضيه ونحن في تطور ملموس، سواء من حيث الدول المشاركه، الفضاءات العروض، البرنامج الثقافي والوصول الكتاب الى المواطنات والمواطنين. كنذكر بان رقم معاملات المعرض السنه الماضيه يعني لو شيفر دافير ديال العام اللي فات كنت تكلمت عليها في البرلمان 115 مليون درهم بطريقه مباشره، ما كنتكلمش على الانديريكت يعني الاستفاده اللي استفدت بها مدينه الرباط لي زوتيل يعني الاعمال التجاريه الاخرى، وهذا بالنسبه لنا واحد الرقم اللي هو مهم جدا. باش نجاوب مع بعض الاسئله اللي غتجي من بعد ولكن نحاول نسبق الحدث. اذا واحد السؤال اللي غنسبقوا شيئا ما، اغلبيه ديال الاخوات والاخوان كيسولوا كذلك على مدينه الدار البيضاء اللي باش نعلمكم سوف يكون لها معرض دولي للكتاب الشباب والطفوله، وهي مبادره من شانها ان تصالح الشباب والطفوله مع الكتاب في ظل وجود تكنولوجيا، وهذا نشتغل عليه ويبقى من اولويات الوزاره. وطبعا كاين هناك كذلك المعارض الجهويه للجهات والمدن الاخرى اللي كنحاولوا نقويوها بالامكانيات. واحد القوس هذا المعرض الدولي الجديد اللي غتعرفوا المملكه المغربيه اللي غيكون في مدينه الدار البيضاء هو الا يعني نجحنا باش يكون هذه السنه ان شاء الله في اتفاق كذلك مره اخرى مع جهه الدار البيضاء الكبرى ومدينه الدار البيضاء اللي بعد نجاح المعرض الدولي لمدينه الرباط، الا وهناك يبدو ان هناك يعني اراده من جميع الجهات والجماعات باش يطوروا العمل ديال الكتاب بصفه خاصه والاعمال الثقافيه بصفه عامه، وهذا بالنسبه لوزاره الثقافه مهم جدا، لان النجاح او دمقراطه المفهوم ديال الثقافه ما يمكن له ينجح الا بشركائنا محليين وجهويين. كنذكر بان في مجموعه ديال الدول في العالم يعني الانشطه الثقافيه كيكون اختصاص للجماعات والجهات، بالطبع الوزاره عندها تصور وطني جهوي محلي،
وكنشكر مره اخرى نستغل هذه الفرصه باش نشكر جهه الرباط ومدينه الرباط على يعني الثقه اللي داروا في وزاره الثقافه وعلى يعني بطريقه عاديه ومباشره دعموا الفكره ان يكون هناك يعني نقويوا الدعم المادي الموجه للكتاب والانشطه الثقافيه هنا في هذه الجهه. دوره هذه السنه ضيف الشرف هو الكيبيك كندا، والسيده المديره اللي حضرها معنا بالطبع غتكلف من بعد على البرامج الثقافيه والانشطه اللي غيقدموها. اختيار هذا الضيف ياتي تخليدا للذكرى 60 للعلاقات الدبلوماسيه المغربيه الكنديه، وستكون فرصه للجمهور وقراء المغربي للتعرف على الابداعات الفكريه والثقافيه لهذا البلد الصديق. وكنذكر في نفس الوقت بان هناك بطبع مغاربه مقيمين بالخارج يعيشون في كندا وفي مونريال اللي غيكونوا مبرمجين في الانشطه الثقافيه اللي كيقدمها اللي كتقدمها كندا وكيبيك بالخصوص. بالطبع نحن ما زلنا نعيش احتفاليات الرباط كعاصمة الثقافة الإفريقية، وكيف ما ذكرنا السنة السابقة غيكون واحد لومبلاسمو دائم موجه للعاملين في المجال ديال الكتاب على الصعيد القاري. ولابد الإشارة أن هناك ضيف شرف مميز هذه السنة اللي هو الكاتب النيجيري فولسو ينكا الحائز على جائزة نوبل للأدب سنة 1986. جو بونس الى بقيت ما بقيت نذكرها هو اول كاتب افريقي اللي كياخذ لو بري نوبل في هذا المجال. وبالنسبه لنا هذا حدث مهم جدا لانه بالطبع قبل باش يجي المغرب ومدينه الرباط، واللي كيبين ان استراتيجيه ديال سيدنا الله ينصرو في الوجود في القاره بدات كتعطي النتائج ديالها. وهذا يعني هاد الشخصيات الكبيره اليوم ولات كتقبل يعني لي زانفيتاسيون ديال المغرب باش يجيو لهذ الانشطه، وهذا بالنسبه لنا بالطبع غيزيد يقوي الوجود ديال المغرب الكتاب على الصعيد الدولي. اود كذلك ان اشيد بالشراكه والتعاون مع كيف ما قلت قبيله مع مجلس الجهه والسيد الرئيس وجميع اعضاء المجلس، وكذلك السيد العمده وجميع اعضاء مجلس المدينه. شكرا للشركاء الرسميين كذلك ولايه جهه الرباط سلال القنيطره، مجلس الجهه، مجلس المدينه، وزارة الخارجية لأنها كتساعدنا بالطبع لأنه معرض دولي فالحضور الدولي مهم، وشاركنا اللي هي وزارة الخارجية إلا وهي مساند لهذا المعرض، وكتحاول مع وزارة الثقافة أن تزيد قوه على الصعيد الدولي، لأن اليوم كيف ما كتعرفوا لاجوندا انترناسيونال ديال هذه المعارض الدولية عندها أهمية خاصة، والكتاب الدوليين اللي عندهم واحد الثقل وعندهم واحد الوجود مهم لولا شركائنا والسفراء عندنا بالطبع في العالم لا مجموعه ديال يمكن ديال الشعراء ديال الكتاب ما يقدروش يجيو. فكنشكر وزاره الخارجيه على المجهود اللي كتقوم به. شكرا ايضا بالطبع للشركاء الاخرين، غابه خاموي، المكتب الوطني للسكك الحديديه، الخطوط المملكه المغربيه، مؤسسه البنك المغربي للتجاره والخارجيه البي ام سي على الدعم الكبير المقدم للمعرض، ماروك تيليكوم اللي هي كذلك شريك لنا. والشكر الموصول ايضا للشركاء الاعلاميون على المواكبه المتميزه للمعرض. انا نعاود نشكركم الاخوات والاخوان انتم الصحفيات والصحفيين لانه العام اللي فات كان واحد الوجود متميز ماشي فقط في الندوه الصحفيه ولكن العشريه من كلها اللي عاشها المعرض الدولي للكتاب اللي خلات مره اخرى مجموعه ديال المواطنات والمواطنين اللي ما قدروش يجيو عبركم عبر المقالات اللي كتبتوا عبر وجودكم عبر اللقاءات اللي درتوا مع الكتاب والمواطنين في الحقيقه قدروا بطريقتكم وبطريقتهم يعيشوا شيئا ما يعني هذا الحفل حول الكتاب. كما لا تفوتني الفرصه بان اشكر شركاء المعرض من مؤسسه المحافظ على التراث الثقافي لمدينه الرباط، مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه، جامعه محمد الخامس بالرباط، جامعه الدوله للرباط، مؤسسه والمؤسسات الوزاره بالطبع، المعهد الوطني للفنون الجميله لزاداك، المعهد العالي للفيلم المعهد العالي للفنون المسرح والتنشيط لزاداك، لينساب كذلك اللي هي شريكنا في هذا المعرض، المعهد العالي للاعلام والاتصال ليزيك، وجميع الشركاء والمؤسسات الشريكه لهذا المعرض الدولي. لن أطيل عليكم، وسيكون للسيدة المديرة الكتاب وهي كذلك المندوبة للمعرض الدولي للنشر والكتاب لا كوميسير الفرصة لتقديم الأرقام والمعطيات حول دورة هذه السنة إن شاء الله. شكرا لكم. لماذا لم تخصصوا مثلا ضيف لكل قارة مثلا إفريقية أوروبية وعدم الاختصاص على بلد معين؟ وإذا كان ممكن أعطينا الميزانية ثم التدقيق ديالها، وهل كانت
ترانسبارونت بالنسبه للدوره 27. شكرا. السؤال الثاني تفضل. خمسة بخمسة واخا. باختصار الله يجازيكم بخير. صباح الخير وتحيه للجميع، كل باسمه وصفته ومقامه الذي يليق به. العسالي احمد ارابريس 24 اعلامي. السيد الوزير، هناك داعمون، شركاء داعمون واعلاميون وثقافيون، بغيت نعرف ومواقع التواصل الاجتماعي عجت السنه الماضيه بثمن تذكره الدخول، هل سيعود دخول، اسمح لي السيد الوزير الله يخليك، هل سيعود دخول المعرض كسابق هذه بدون تذكره وبدون اداء، وما هي مداخل السنه الماضيه؟ هذا يقودني الى التساؤل حول المعرض الجهوي للسيد رئيس الجهه، هناك قانون منظم للجهات، لكم الحق في تنظيم ما هو مجال ثقافي بصفه عامه، متى ستخرجون وتعلنون عن تنظيم معرض جهوي ليس فقط للشباب ولكن معرض للمواطن المغربي ككل، قريب للمواطن؟ شكرا. شكرا. تفضل. اخت كانت تفضل. اسم الكريم. يونس عيشي من المعهد العالي للاعلام والاتصال. تحدث في البدايه عن ان الوزاره ستتجاوز الثغرات والنقائص اللي كانت في الدوره السابقه، الى ممكن نعرفوا هذه النقائص وكيف ستتجاوزها الوزاره؟ الاخت هاي تفضلي. شكرا لك. تفضل. تحية للجميع. سؤالي هو لماذا الإصرار اسم على فرح الباز من موقع كيفاش مجموعة ميد غاديو. سؤالي هو لماذا الإصرار على تنظيم المعرض في جهة الدار البيضاء، جهة الرباط، وكان هناك في جهة الرباط، وكان هناك اتهامات لكم كجهات منظمة بأنه قمتم بتهريب المعرض من الدار البيضاء، وكان الرد ديالكم آنذاك أنه سينظم في كل دورة في مدينة أو في جهة معينة، إذا كان ممكن توضيحات. شكرا. شكرا. وصلنا خمسة. وصلنا خمسة. تفضل. هذاك واخ. السلام عليكم، وائل برشاشن من هاس بخيس. السؤال ديالي هو حول المكان ديال العرض، لأنه بما أنه المعرض منظم الآن في الرباط، حول المكان الفضاء ديال العرض. لانه حاليا يعني هذه الدوره الثانيه يعني في الرباط، فبالتالي واش بدا التفكير، واش بدا النقاش يعني حول مكان قرار يعني ديال العرض بما يرافق ذلك يعني من اماكن ديال ركن السيارات وفضاءات اللي هي قريبه. شكرا. شكرا. اذا خمسه الاسئله. تفضل سيد الوزير. شكرا الاخوات والاخوان على الاسئله ديالكم. نحاول نبدا من الاول. اولا بالنسبه للشوان ديال الدول اللي كتختار بوغ ميزا لونور، هذا اختيار كيكون بالطبع ماشي بوحدنا، كيكون مع شركائنا في وزاره الخارجيه، وبالطبع الان شاركنا في الجهه وفي الجماعه، وما عندي ما نخبي عليكم في اطار الشفافيه التامه، تعرفوا ان قبل ما تجي هذه الحكومه كان لو كيبيك والكندا ديجا شوازي في اطار كيف ما قلت قبيله الاحتفاليات ديال 60 سنه للعلاقات الدبلوماسيه ما بين المغرب وكندا والكيبيك بالطبع. وتم التأجيل ديالو اولا كان الكوفيد كيف ما كنتوا عاقلين، والسنه السابقه ما كانش يمكن لنا ما نستغلوش هذيك الفرصه ديال الرباط كعاصمه الثقافه الافريقيه، وما نديروش انا ذاك الاداب الافريقي الونور ونحتفلوا به، فهذا فقط تم تأجيل هاد الدوله لسنتين او ثلاث سنوات يعني ما بين الكوفيد وما بين السنه السابقه. ثانيا السي شاكير، الاختيار كيكون دائم ديال دوله او مؤسسه وحده، لان هذه عاده كتكون على الصعيد الدولي ماشي فقط هنا في المملكه المغربيه، خاصه ان كيف ما قلت هذا المعرض ليس بمعرض وطني او جهوي، هذا معرض دولي وعنده قواعد ديال العمل ديالو، وبالطبع كيكون الاهتمام بديك الدوله او المؤسسه باش يكون واحد الاهتمام بها، خاصه يعني الا كثرنا وكتفنا من الدول او من المؤسسات الا وغنميعوا من داك حتى الانشطه اللي كتقوم به ديك المؤسسه او الدوله كومي ا لونور. دونك لو شوا مبني على قواعد دوليه، كيف ما قلت كاين ان اجندا
دولي بالنسبه للمعارض الدوليه كيتسنى اجندا. يعني حتى الاختيار ديال التاريخ بعض المرات كيتبنى على هاد على هاد على هاد لاجندا انترناسيونال فقط باش يكونوا حاضرين معنا الكتاب اللي عندهم واحد الصدى على الصعيد الدولي. دونك سا سي بوغ اكسبيكي هاد لو فولي. بالنسبه لو بودجي بالنسبه للسنه السابقه الجهه دارت مجهود ودازت من 8 ل 10 ياك ديال مليون درهم بالنسبه للدعم، وحنا بقينا في 15 حنا بقينا في 15 مليون ديال الدرهم ديال الدعم ديال ياك ديال الوزاره. هادشي راه سي بوبليك، سي دي شيفر بوبليك، لانه لابيل دوفر سي ان ابيل دوفر بوبليك. يعني هادشي راه ماشي مبنيين على سي ان ابيل دوفر بوبليك. زائد بالطبع الشركاء ديالنا اللي كيساعدونا بالطبع العام اللي فات مثلا ناخذ ليكزومبل ديال العام اللي فات تقريبا تقام علينا 30 مليون درهم، وكما قلت لو شيفر دافير اللي دار هو 115 مليون درهم بطريقه مباشره دو ديريكت، ما كنتكلمش على الانديريكت. ما يبين مره اخرى يعني ان الصناعه الثقافيه فاش كتستثمر فيها الا وكيكون داك لو غوتور سور انفستيسمون بالنسبه للكتاب والكاتبات لي زيديتور، وحتى بالنسبه للساكنين ديال ديك المنطقه اللي كيكون فيها داك النشاط. الا جيت ندير لو باراليل مع مجموعه ديال الانشطه الثقافيه اخرى، تعرفوا ان مثلا مدينه الصويره فاش كتعيش داك النشاط حول حول قناوه، اي درهم يستثمر في هذا المهرجان الا هو يعود ب 17 درهم، وهذه دراسه اللي دارت 17 درهم للمدينه والمنطقه. هذا ما يبين مره اخرى، ودائما انا كنقولها وكنستغل هذه الفرصه باش نقولها امامكم مره اخرى، ان الاستثمار في المجال الثقافي في الصناعه الثقافيه الا وهو مربح للمدينه الساكنه وبالطبع العاملين والفاعلين في هذا المجال ديال الثقافه بصفه عامه. وانتم كتعرفوا اكثر مني ان بعض المدن في المملكه المغربيه لولا الثقافه لما الاقتصاد ديالها يكون ضعيف وضعيف جدا، وعشنا هادشي في الكوفيد فاش تدينا علينا لاغراض صحيه، ان تبين ان مجموعه ديال المدن والعاملين في هذا المجال ما بقى عندهم ما يدار، تو سامبلومون كانوا يعيشوا في الازمه، ولولا التدخل ديال الدوله لا كانت ازمه يعني اقوى بكثير. فمره اخرى الثقافه نحن بحاجه الى الاستثمار في المجال الثقافي وفي الصناعه الثقافيه، ومره اخرى ليس فقط الحكومه، انا اقول اليوم الحكومه الجماعات والجهات، ولكن في الهدف هو ان في السنوات المقبله ان شاء الله ما يبقاوش غير هاد المتدخلين، يكون حتى الخواص. الاستثمار خصو يولي مربح حتى للخواص، وهذا هو التحدي ديال تكون عندنا صناعه ثقافيه. بالنسبه لي تيكي اللي تكلم عليهم الاخ، نعم احنا ما يمكنناش نديروا، يعني كانت هناك عاده دائما حتى في الدار البيضاء كسيده الكوميسير ان كيكون التيكين ديال نعم لا ما كاينش المجانيه ديال الثقافه، لان ما يمكنلكش تكلم على الصناعه. لا 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 اسمح لي يا استاذ، طرحتي السؤال ديالك انا كنجاوبك. المفهوم ديال الصناعه الثقافيه شنو هو الصناعه الثقافيه؟ لا هي يكون واحد الاستثمار حتى من طرف المواطن. فاش كتمشي تخلص 150 درهم باش تفرج في ماتش الكره ما كاين شي مشكل، اما باش تخلص 10 دراهم للكتاب ولا 5 دراهم كيولي اشكال. سمحوا لي هاد الاخوات والاخوان اللي كيكتبوا هاد الكتب هو اجتهاد منهم، راه البعض منهم حنا الهدف ديالنا هما يوليو يعيشوا غير بالكتب ديالهم، ما يكونش عنده الكتاب ومهنه اخرى اللي كيخلي فاش كيكون واحد ما مهتمش 100% بالاعمال ديالو الفنيه او الثقافيه كيخلي ما كيبرزش بديك الطريقه، لانه خصو يقلب شي عمل باش يخدم باش ياكل، وميم طو خصو يكتب. اسمحوا لي راه خصنا نعطيو بلاصه للمجال الثقافي. اللي خصو يكون وهنا نقدر نتفق معك هو ان الاثمنه الموجهه للمواطنات والمواطنين تحترم المداخل ديالهم، هذه متفق معها فيما وكنقولها دائما، ماشي فقط في الكتاب، حتى في المجالات الاخرى السينمائيه المسرحيه. ما يمكنش اليوم يكون عندي مثلا انتيكين ديال السينما ب 60 70 درهم وانا عندي 600 3000 درهم، هذه متفق معك، والحكومه كدير مجهود مع الشركاء ديالنا باش تشاهد. لا ميم شوز بالنسبه للكتاب، حنا كنفكروا مع في المديريه ومع الشركاء ديالنا باش يولي واحد لو بري اونيك. هاد النماذج نجحات في العالم كيكون واحد الثمن ديال واحد الكتاب ب 20 30 درهم باش يكون يعني داك المواطن المغربي يقدر يولي يشري كتاب كل شهر او كل 15 يوم بواحد الثمن اللي هو محترم بالنسبه للميزانيه اللي عنده، باش انا داك كل مواطن مغربي كيعرف بان مثلا غيخلي واحد 5-10% من الميزانيه ديالو الشهريه للمجال الثقافي بصفه عامه، يكون الكتاب المسرح، لان هاد الاعمال اللي كنتكلموا عليها راه هذاك اللي ديتو راه كيستثمر فيها ماشي كتجيه فابور. العمل المسرحي راه هناك استثمار فيه ماشي فابور، كيف ما كيفاش كتبغي تمشي تشري الخبز راه كاين استثمار فيه، كتبغي تمشي الطوبيس كتبغي تخلصو لانه استثمار ديال الدوله او ديال الخواص. اذا الا بقينا كنفهموا او كنشوفوا الثقافه بحال شي حاجه غير اللي زايده، هذه حاجه، هذه ليس برؤيه الحكومه. حنا كنعتبروا ان الاخوات والاخوان اللي كيخدموا في المجال ديال الثقافه خصنا ندوزوا للاحترافيه،
ويوليو يعيشوا بالاعمال الفنيه والثقافيه ديالهم بما فيهم الكتاب. لهذا مره اخرى وناخذ بعين الاعتبار الاشكاليات الاجتماعيه والاقتصاديه ديال المواطن. لهذا هو الثمن ديال 10 دراهم لا نعتبره ب يعني واحد الثمن اللي غيضر المواطنات والمواطنين، بالعكس مساهمه في نجاح هذه الانشطه اللي كنقوموا بها لا على الصعيد الوطني لا على اليوم على في جهه الرباط او على الصعيد الوطني. بالنسبه للمعارض الجهويه يمكن السيد الرئيس الجهه يجاوب على جهه الرباط من بعد. انا فقط نذكر بان الحكومه وقطاع ديال الثقافه اجتهد منذ سنه ونصف وزاد دعم المعارض الجهويه اللي كينظمها الراسو، ولكن دائما انا اقول يعني كنضموها كقطاع الثقافه، دائما انا اقول وطلبت من السيده المديره والمدراء الجهويين اللي عندنا على الصعيد الوطني ان يكون هناك اجتهاد وندخلوا في شراكات مره اخرى مع الجهات، لان لما كنتكلموا على معرض جهوي، معرض جهوي يهم الجهه، بعض الجهات كبيره بزاف. هذا كان انا نمشي معك بعد هذاك اللي في سيدي سليمان يقدر يجلس ليله الدار معرض جهوي في سلا مثلا، هذا سؤال. فاحنا كنفكروا كاع التحدي والهدف يعني من دابا 5 سنين 10 سنين ويكونوا معارض في جميع المدن ديال المملكه المغربيه، ماشي بنفس يعني ذاك الحجم اللي غيكون في الجهه او على الصعيد الوطني او هذو اللي كنديروا يعني الدوليين اللي عندهم واحد الوجود الدولي، ولكن يكون واحد الوجود دائم للكتاب اكثر من هذا. اليوم التخوف اللي عندنا شنو هو مع السيده مع 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 القطاع ككل، هو ان ما كاينش هناك مكاتب مكتبات على الصعيد ليبريري ليتيرير هذاك اللي كيبيع الكتاب. حنا كنتكلموا على الكتاب، علاش الكتاب يعني وجود الكتاب او بيع الكتاب ضعيف في المملكه المغربيه؟ لان يعني ليبريري ما كاينينش، كتمشي عند مجموعه ديال المدن كتلقى كتابه واحده في المدينه كلها، وشوفوا شوف هادو غير المدن الكبرى. اما اللي تكلمنا على المدن المتوسطه والصغرى ما كتكونش كاع مكتبه، كيوليو كينتظروا هاد المعارض الجهويه او الوطنيه او الدوليه باش انا ذاك كيمشي يقدر يقلب على ذاك الكتاب اللي بغى او اللي سمع به او اللي تصنت عليه. فالاستثمار في هذا المجال خصو نعم خصو خصنا نزيدو نقوو به، ولكن في اطار الامكانيات والميزانيات اللي عند لا عند الحكومه في هذا المجال ديال الثقافه او حتى على الجهات. كتعرفوا بان انا ماشي باش ندافع على الجهات، ولكن هذه السنه كان الجهات كانت بغا دير مجهود اكثر في المجال الثقافي، لان انا ناقشت معهم هذا الموضوع. الا وان فجال جفاف راه الميزانيه اللي كانت موجهه لهذا المجال مشى كله الماء، واعتقد ان السيد الرئيس يقدر يتكلم في هذه النقطه. مع ذلك كنعتبروا بان قوينا الميزانيه الموجهه للثقافه بصفه عامه على الصعيد الوطني كحكومه وكجهات. انتم كتشوفوا لاول مره شراكه اولى مع جهات الرباط سلا القنيطره، شراكه ثانيه هذه السنه مع جهات الدار البيضاء، شراكه اخرى مع الجهات الشرقيه، وحنا غاديين هناك اراده من جميع الجهات لتصلوا بقطاع الثقافه باش يكون هناك استثمار مشترك في المجال ديال الثقافي، وليس فقط في البنايات، حتى في الانشطه في التنشيط، لان كنبقاو نبنيو البنايات وكنساو بان البنايات بدون الانسان راه ما خدامه ولا صالحه لوالو. اذا اليوم التحدي هو كذلك الاستثمار في الانسان، في المواطن المغربي، باش توصل ليه ديك الثقافه اللي باغاها اللي بغاها توصل ليه. انا تعجبت فاش مشيت درت جوله في الجهه الشرقيه وما ادراك بالجهه الشرقيه وفي جميع الاماكن حتى في العالم القروي الا ولاو كيتكلموا على الصناعه الثقافيه بان هذا المفهوم ديال الصناعه الثقافيه حتى هما بغاو يدخلوا لهم في العالم القروي، وهذا بحد ذاته نقطه ايجابيه كنعتبروها. بالنسبه للمشاكل اللي عشناها السنه السابقه الاستاذ طالب ديال ليزيك اللي تكلم عليها، هادو اشكاليات تنظيميه. يعني فاش السيده المديره والكوميسير ديال المعرض تكلمات ان درنا اليوم دابا مثلا لاشا يمكن يدار باغ انترنيت، علاش؟ لاحظنا ان الناس كيجيو مثلا وكيديروا داك الصف سورتو في لي زور دو بوينت، كيكون مثلا الشمس عليهم وكيكون يعني كيولي شويه ديال الضغط، فدرنا دي بوان دو فونت باغ ديجيتال باغ انترنيت باش الاخوات والاخوان اللي عندهم رغبه باش ياخذوا التيكي في انترنيت ياخذوا وما يتعذبوش في هذا الصف. لا ميم شوز بالنسبه للاكل اللي كانت واحد المكان موجه للاكل انا ذاك السنه السابقه، اعتبرنا بان خصنا نغيروا ليه المكان ديالو ويكون ابا، يعني بعض اشكاليات لوجيستيكيه وتنظيميه اللي حاولنا نحسنوا، واعتبر هذا عادي جدا لان كل سنه كيكون واحد التقييم ديال الاعمال اللي قمنا بها في المجال التنظيمي ومجال اللوجيستيكي، وكل سنه كنحاولوا نتجاوبوا مع الملاحظات اللي داروا اما لي بروفيسيونيل، لان حتى لي بروفيسيونيل في الاخر ديال المعارض كيديروا لنا مجموعه ديال الملاحظات، هل اللي خدم وهل اللي يمكننا نحسنوا بالنسبه للسنه المقبله، وكذلك ليكسبيريونس ديال المواطن، ديك التجربه اللي كيعيش هذاك المواطن فاش كيجي، بالطبع حتى هو كيدير الملاحظات فاش كيتلاقى مع المسؤولين اولا عبر الشبكه الالكترونيه، وهذه الملاحظات كناخذوا بعين الاعتبار، وداك الشيء اللي كنقدروا بالطبع نطوروه راه كنطوروه. ما عمري ما قلت غيكون معرض دولي متجاور، استاذه اللي تكلمات على هذه النقطه، ما عرفتش من كتجبدوا هاد كتخترعوا لي دي مصطلحات، انا ما عمري ما قلتها مرتاح، ما عمري ما قلتها. اولا اللي قلت
في السنة لا في 2021 باقي عقل هذا الكلام تقال في البرلمان ومعكم في الندوة الصحفية اللي درنا السنة السابقة في هذا الوقت تقريبا، قلنا أن مازال ما قررناش واش هذا المعرض غيبقى في الرباط ولا غيرجع لكذا، مازال ما عرفناش. وقلت بالحرف السنة السابقة، قلت بالحرف السنة السابقة غنتسناو بعدا نشوفوا تجاوب ديال لي بروفيسيونيل مع المعرض الدولي للكتاب في الرباط، نشوفوا لأن كانت أول تجربة عندنا السنة السابقة، وأنا داك فاش غيتجاوبوا غنشوفوا شنو غنديروا أنا داك معاهم مع الـ مع الـ مع لي بروفيسيونيل، لأن إلا ما كانش هناك انخراط ديال المعنيين بالأمر علاش حنا كننظموا هادشي داكور. وثانيا انا كنت قلتها، قلت ما قبل هذه الحكومه باش ماشي كنقول ان هذه الجهه الحاليه والجهه والجماعه ديال الدار البيضاء الحاليه هما اللي ما ساندوش الثقافه ابدا، قلت سابقا فاش كنرجعوا للهيستوريك ديال المعارض الدوليه اللي كانت منظمه في الدار البيضاء، ما عمر الجهه السابقه او الجماعه السابقه ما دعمات. ولا بغينا واحد المغرب اللي يكون بالطبع دولي واللي العالم يبغي يجي ليه، خص شويه الامكانيات، نعطيو شويه الامكانيات لهذه الثقافه، ما تبقاش هو داك لو بارون بوف مسكين وا دير لي شويه ثقافه راه باش الناس يعجبهم الحال. لا اسمحوا لي، الا كنعتبروا الثقافه صناعه ومؤثره وغتولي كتخلق فرص شغل وغتولي كعندها واحد الدور مهم حتى في المدخول في البي بي ديال البلاد، الا وخصنا ناخذ نعتبروها بواحد المفهوم جديد اللي هو المفهوم ديال الصناعه داكور. اذا كيف ما قلت، وزائد على هذا انتم كتعرفوا ان المكان اللي كان ينظم فيه المعرض سابقا في الدار البيضاء كان يعني واخذها وزاره الصحه لاغراض صحيه انذاك بالنسبه للكوفيد، ولحد الان راه مازال ما تقاتش 100% باش ما قاعد المعطيات. النجاح دابا اللي جرى ما بين ما قلته السنه السابقه وهذه السنه شنو هو النجاح ديال المعرض السنه السابقه، خلى ان حتى لي بروفيسيونيل واحد منهم هو انا يسير طناني حاضر قال لك مزيان هذا المعرض يكون في مدينه الرباط يبقى في مدينه الرباط، ولكن في نفس الوقت قلنا لا يعقل ان الدار البيضاء ما يكونش عندها انشطه ثقافيه حتى في المجال ديال الكتاب. لهذا اعتبرنا انه اليوم ما انا قلتها قبيله باشراك الجماعه والجهه اللي عبروا على الاراده ديالهم باش يدعموا معنويا وماديا يعني الانشطه الثقافيه في مدينه الدار البيضاء والدار البيضاء الكبرى وحتى في المجال ديال الكتاب، عبروا راهم وقالوا لك حنا مستعدين نديروا اتفاقيه غيكون، وهذا خصنا نفتخروا لان المغرب غيوليو عندهم جوج معارض دوليه. اليوم كان معرض دولي بواحد الامكانيات بسيطه باجتهاد وزاره الثقافه، اليوم عندنا معرض دولي كبير في مدينه الرباط باشراك الجهه جهه الرباط ثلاثه القنيطره، وغيولي غدا عندنا كذلك معرض دولي جديد في مدينه الدار البيضاء موجه للشباب والطفوله. علاش كنقول لكم شباب الطفوله؟ تعرفوا ان على الصعيد الدولي الكتب اللي كيتباعوا بزاف موجهين للشباب والطفوله، وكان خصنا يعني فاش كتشوف اترافير لو مون التجارب اللي كاينه في العالم المعارض ديال الشباب والطفوله راه هما اللي كيكون عندهم البلوس دو فيزيتور، لان في الاخير هذاك الشاب هذاك الطفل راه هو اللي كيجيب والديه باش باسكو لي انتريسي. دونك حنا اعتبرنا بان الاشكاليه ديال الكتاب خصنا نحاولوا نعالجوها من الاول، والاول هما الطفوله هما الاطفال هما الشباب. الا خدا واحد العاده ولا يقرا كتاب ولا يهتم بالكتاب يكونوا لي بوند يعني رسوم متعلقه لي بوند ديسيني يكونوا لي مونغا يكونوا كتب لي رومون اكسيتيرا مزيان، لان فاش غيكبر فاش يولي عنده لاج ادولت فاش يولي عنده 20 30 عام غتولي عنده عاده في اطار يعني هادشي راه داخل في استراتيجيه، ماشي درنا واحد المعرض باش نديروا شويه النشاط في الدار البيضاء ونمشيو بحالاتنا. دونك كان غادي استراتيجي ان غدا يوليو عندنا مكاتب هاد باش تجاوب مع المطالب اللي غيوليو عند الشباب عند المواطنات والمواطنين على الصعيد الجهاد المملكه المغربيه، وان ذلك يولي واحد الانشطه الثقافيه تولي دائمه في الجهات والاقاليم ديال المملكه. علاش اختارينا الوليم السويسي؟ لان اعتبرناه هو المكان اللي يقدر يستقبل تظاهره بهذا النوع وبهذا يعني الوجود الوطني والدولي فقط. انا فاش يعني مع الشركاء ديالنا لا على صعيد الولايه الجماعه الجهه وطبعا قطاع الثقافه اعتبرنا بان هذاك المكان عنده واحد يعني كاين وزائد على هذا ان اسباس ليسباس حتى لي باركينغ اللي كاينين حداه اكسيتيرا. زائد على هذا كيف ما شفتوا قدمنا خدمات ديال التنقل المجموعه ديال الاقاليم اللي حدا مدينه الرباط، زائد بالطبع التخفيض اللي كاين في التران يعني في الحديديه باش ان ذاك الاخوات والاخوان اللي عندهم رغبه يجيو من مدن اخرى يعني يقدروا يجيو دوزوا اليوم ديالهم ان ذاك في مدينه الرباط باش يزوروا هذا المعرض. لا ميم شوز نفس الشيء كان فاش كان المعرض في الدار البيضاء، كان هناك تخفيضات باش الاخوان من الرباط من جديده من مدن اخرى ديال المملكه اللي كيبغيو يمشيو للدار البيضاء، وهذا الشيء اللي غيكون حتى في المعرض الدولي اللي غيدار في الدار البيضاء باش ان ذاك يكون واحد التقاسم او يعني تجربه ديال جميع المغاربه باش يجيو لهذه المعارض اللي غتكون اليوم في الرباط غدا في الدار البيضاء. والتحدي هو يكونوا معارض اخرى، وعلى الاقل نطلعوا من المستوى ديال المعارض الجهويه اللي كتنظمها وزاره الثقافه، وانا نقول لكم بان غيكون هناك شراكات مع الجهات والجماعات في الاقاليم والجهات الاخرى باش نعطيو واحد القوه للكتاب والمجال الثقافي